السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ أم التوأم. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا طاجين الحوت ببصل وزبيب. إذن على بركة الله نبدأ بالمقادير. عندي في المقادير هذا النوع ديال الحوت، حنا كنسميوه الغرونغ، وكاين بعض المدن وقيلا كيسميوه الفرخ. هذا انا نخليكم التصويره ديالو في جنب الفيديو. وعندي كميه لا باس بها من البصل اللي مقطعه شرائح، وعندي ورق الرند، ورق سيدنا موسى. عندي تقريبا 3 معالق ديال زيت الزيتون، ملعقتين كبيرتين من القزبر والمعدنوس اللي قطعتهم صغار، وفي التوابل تقريبا ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة من القرفة، ربع ملعقة من الفلفل الأسود اللي بزار، نصف ملعقة من الزنجبيل سكنجبير، ملعقة صغيرة من الخرقوم البلدي الكركم، وربع ملعقة من السودانية. وفي آخر الخطوة في الطاجين غادي نضيفو جوج معالق من السكر سنيدة، ونقدر نعودوه ملعقتين من العسل. وعندي هنايا واحد الكمية ديال الزبيب الأبيض والأسود اللي رقدتهم شويه ديال المدافي، من بعد صفيتهم. وهذا الطاجين كيجي مزيج بين الحلو والمالح. اذا على بركه الله نبداو طريقه التحضير. دابا غادي نعملو واحد شويه ديال الزيت، اللي بقى لي من الزيت غادي نكبو في هذا الطاسة. غادي نعمل واحد شويه ديال البصل في القاع، واللي بقى ليا غادي نحطو فوق الحوت في الاخر. خليه ينزل واحد شويه على من نشرمل الحوت ديالي. غنعمل التوابل كامله في الطاسه، ونضيف قزبر ومعدنوس، ونخلط مزيان. ونشرمل الحوت ديالي، ونحطو بهاد الطريقة هادي. من بعد ما شرمت الحوت ديالي حطيته فوق البصله، وما زدتش الماء نهائيا، وما غنزيدش الماء لان البصله كتطلق الماء بزاف. ودابا غنستناو حتى تطيح البصله، ومن بعد نرجع معكم نشوفوا تتمه الوصفه. من بعد ما تشحر لينا الحوت، دابا ضفنا البصله اللي كانت باقيه لنا من الفوق،
ورق سيدنا موسى يعني ورق الرند، وغنضيفو ديك الزبيب من الفوق. ونضيفو ديك جوج معالق ديال السكر حتى هو ينفق الزبيب باش يتعسل لينا. كما هو موضح في الفيديو وهنشدو عليه ونخليوه يكمل طيابه. ومرة مرة نبقاو نسقيو الطاجين بالمرقة، يعني بقى نهزو بالملعقة وبقاو نعملو عليها من الفوق. غنبقاو مستمرين هكا حتى يطيب لينا الطاجين. ودابا غنقدم لكم واحد سلطة ديال الخيزو الجزر المرافقة لها الطاجين. وفي المكونات ديالو كنحتاجو 6 الحبات ديال الجزر، واحد ثومة قطعت على زوج، ملعقة كبيرة ديال القزبر ومعدنوس، خل ديال الحامض، ملعقة كبيرة زيت البلدية، وفي التوابل العطرية عندي نص ملعقة صغيرة ديال الملحة على حسب الذوق، نص ملعقة صغيرة ديال الكمون، ربع ملعقة ديال الإبزار فلفل أسود، وربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلوة. هادو هما المكونات ديال السلطة ديال الشلاضة هاد النهار. دابا غادا ناخدو هاد الخيزو يعني الجزر وغنسلقو في شوية الماء، ومن بعد نرجع معاكم باش نكملو الوصفة. من بعد ما سلقنا خيزو الجزر قطعناه شرائح بهاد الشكل هذا، ودابا غنسوطيوه في شوية ديال الشرمولة. غادي نديرو الزيت نرميو فيها الثومة قطعتها على زوج، خليوها تاخد شوية تطلق شوية ريحة، غنديرو داك القزبر ومعدنوس ونكبو خيزو. غير بشويه باش ما يتهبسنا شي خيزو. دابا غادي نزيدو العطريه. عطريه عندي فيها الملحه كما ذكرت، عندي الثومه كمون عفوا، عندي الابزار فلفل اسود، عندي فلفل احمر تحميره، حرك واحد شويه خليها واحد شويه نضيفو بعض قطرات من خل ليمون، شي ملعقه صغيره ديال الخل، نخليوها تشحر واحد شويه، مع التحريك المستمر
خيزو من بعد ما تشحر لينا. دابا غادي نطفيو عليه ونتلقاو مع الطبق النهائي ديالو. الاطباق ديالنا من بعد ما طابو هذا الطبق ديال الطاجين ديال الحوت بالبصل والزبيب كيجي بهذه الطريقه. كنرفقوها بداك السلطه ديال الخيزو الجزر المشرمل واللي سوطينا في المقله كيجيو لذاد. كنتمنى الوصفه اليوم تنال اعجابكم. في فرصه اخرى ان شاء الله. في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.